قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام، لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. اجتمع في أبي بكر رضي الله عنه الكثير من الصفات الصالحة والأخلاق العظيمة، منها الإنفاق في سبيل الله، إذ كان كريما معطاء يخرج كل ما لديه ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. ونادى النبي صلى الله عليه وسلم يوما في المسلمين وأمرهم أن يتصدقوا في سبيل الله، فبادر إلى ذهن عمر رضي الله عنه أنه يريد أن يسبق أبا بكر في الصدقة يومها، فأحضر نصف ماله ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتظر قدوم أبا بكر، فإذا هو آت ووضع ماله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله رسول الله: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فكان أبو بكر رضي الله عنه قد أحضر كل ما له حينها وأخرجه في سبيل الله. وأعتق أبو بكر رضي الله عنه 20 من الصحابة من العبودية، وأنفق في ذلك 40,000 دينارا. ولقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما أن بلالا يعذب وهو عبد، ففهم أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتقه، فذهب إلى منزله فحمل من الذهب ما حمل، وذهب فاشترى بلالا وأعتقه لوجه الله. وأنفق أبو بكر كل ما معه من مال في سبيل الله يوم الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما توفي أبي بكر لم يبقي درهما ولا دينارا، فقد كان طوال الوقت منفقا في سبيل الله لا يدخر لنفسه شيئا. وشهد أبو بكر رضي الله عنه كل المشاهد والغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف عن أي منها، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. وأصبح أبو بكر يوما صائما، وفي ذات اليوم تبع جنازة وزار مريضا وأطعم مسكينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وبلغ من ورعه أن غلاما له جاءه فأعطاه شيئا من طعام فأكله، ثم سأله أبو بكر من أين أتى بالطعام، فأجاب أنه تكهن بشيء لأحد الناس بالخديعة فأعطاه هذا الطعام مقابله. فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه هذا الكلام وضع يده في فمه فقاء ما في بطنه من الطعام خوفا من أكل الحرام. وأبو بكر هو صاحب أبواب الجنة كلها، إذ دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل من أبواب الجنة الثمانية، واختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون رفيقه في الهجرة. ففي الحديث الذي ترويه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم وقت الظهيرة، فأخبر أبا بكر أن الله سبحانه وتعالى قد أذن له بالهجرة، فطلب إليه أبو بكر الصحبة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبكى أبو بكر رضي الله عنه من الفرح. ولم يدخر أبو بكر في مسير الهجرة أي جهد لحماية النبي صلى الله عليه وسلم وتأمين راحلته، فكان يتحرك تارة أمامه وتارة خلفه عن يمينه وشماله، يراقب أي تحرك قد يأتي بسوء. وثبت أبو بكر رضي الله عنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت المسلمين، ثم تولى الخلافة من بعده، فأتم إرسال الجيوش، وقام بحروب الردة، وفتح الشام والعراق، وجمع في عهده القرآن الكريم لأول مرة.